اي انسان في اي مجال بيشتغله لو في التزام في عمله بيأديه كما يجب مهم. كما يرضي الله سبحانه وتعالى. النهارده في الملعب تمرينك، اخلاصك مع زمايلك، اخلاصك مع مدربينك وجهازك، سلوكك معاهم، احساسك بجماهيرك كويس. فانا ده كل دي امور نجاح. فالنهارده اي واحد عايز ينجح في عمله لازم يكون ملتزم جدا في عمله، يأديه باخلاص جدا، ما يشغلش نفسه 100 حاجه جنب عمله عشان يكون مركز قوي. خارج الملعب مهم جدا، خارج عيش كويس، ان انا انام كويس واكل كويس وابقى ملتزم قوي، ان انا احافظ على شعور الغير، ان انا ما اتصرفش وحش مع الناس. كل الامور دي ما ربنا مطلع عليك النهارده في الاخر. ربنا ممكن يوفقك لما يحس ان انت في كل امورك ماشي صح، في توفيق ممكن يحالفك او حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى يعني. لكن انا بقول ان هي موضوع الالتزام، الاخلاص، التفاني خارج وداخل الملعب، الاحساس بشعور الناس والجمهور، العطاء اللي هو مش بس ان انا عايز 90 دقيقه اجري فيهم كويس، لا، قبل 90 دقيقه انا كنت بعمل ايه؟ الاسبوع اللي قبل الماتش ده مهم، بعمل فيه ايه طبعا؟ تمرين فيه ازاي؟ اخلاص فيه ازاي؟ عايش فيه ازاي؟ هل بروح اسهر كل يوم؟ هل بروح اكل مش عامل حساب لحالتي البدنيه؟ هل ان انا بتمرن الساعتين بتوع الملعب اللي انا بتمرن مع النادي مع فرقتي بتمرن منهم في ربع ساعه كده خسعت مني شويه او ما اهتمتش بيها، ولا ساعتين؟ هل ان انا حاسس ان انا في حاجات ناقصاني لوحدي، اجي بدري لوحدي الصبح ولا بعد ما الفرقه تخلص اعملها؟ يعني انا مثلا اللي علمني ده هيدي كوتي. كان هيدي كوتي موجود، كان مدير فني النادي الاهلي. انا مره لقيت هيدي كوتي بيقول لي انا عايزك الساعه 6 صباحا. 6 الصبح؟ كان عندنا عامل اوضه لبس حنبله، جابه وجاب انا هو بس وحنبله، وجاب 30 كوره في ملعب النادي. وقف حنبله جول، قال لي هو الجول ده هيتحرك، اي جول في مصر بيتحرك بناء على يعني بدون ما يعني بشكل ايه، اكيد انت عارف يعني الكوره مثلا جايه من ناحيه الشمال اكيد تاخد خطوه شويه طبيعي. فعلمني حاجه خلتني ابقى سعيد بيها جدا ونفعتني جدا جوه الملعب، ان هي عامل حط كرسيين جوه ال 18 بس على ناحيه الشمال كده. وقف حنبله في جول، قال له انت تقف تصد بس مالكش دخل بالقصه يعني. والكرسيين ليهم زاويه زي في زاويه كده، وانا من نص الملعب بيبص لي الكوره بقى معاه وانتوه هو كهدي كوتي، وبجري في وسط كراسي واروح مرقص اول كرسي واعمل نفس الصوت واروح مرقص الثاني واعدلها على يميني الناحيه الشمال مثلا، ومن غير ما تاخد مني خطوه احطها ببطن رجلي الناحيه البعيده في الجول وعلى الارض. قال لي يا محمود لو عملت كده الجول هيقف، وقف هنا عشان هو واقف ماسك الزاويه اللي انت جاي منها دي، هيبص بس بالظبط، هيتفرج على اللي بيثبت وهيتفرج هيعمل كده بص. الكلام ده لقيته اول مره صعبه وثاني مره صعبه، بعد كده عملتها هو عارف ان انا اقدر اعمل ده فجابني عملته. الحمد لله انا جبت بالحكايه دي جوان كتير جدا. مظبوط. كوره بقى ان هو مثلا يروح واقف برده الصبح كده 30 كوره، ال 30 كوره على الصدر وبرجل يمين بس، على الصدر ما تنزلش على الارض. لازم اتقنها، لازم، وانا حابب فبعمل. لكن لو انا بقى يعني ربنا كرمك وجبت جونين ثلاثه ورحت لقيت نفسك خلاص بقيت كويس، رحت مكسل ورحت واكل لك اكله زياده ورحت سهرانك سهرانه زياده خلاص. لو ورحت الراجل مديك ميعاد تروح له بقى تقول له معلش النهارده رجعت تعباني ومش هتمرن، خلاص يبقى انت اهتمامك قل. فالاهتمام والتركيز والالتزام كل دي السلوك ده شيء مهم جدا. سنه اولى خطيب، سنه اولى اهلي، سنه اولى منتخب، اهدافك الاولى والخطيب وهو بيعتزل وفي قمه عتبه شريط. مش بقول فرق، بقول شريط يعني. انا يوم اعتزالي مش الاعتزال نفسه بقى، يعني يوم ما قررت الاعتزال، انا يوم قررت كنت تلعب انت الماتش ده كان ماتش هلالي كده. بعد الماتش انا خدت حاجه كده، انا كنت قررت يعني خلاص رحت واخد العالم. قول لي اليوم ده مش صعب على محمود الخطيب؟ والله هو صعب جدا بس بيني وبينك يا احمد انا يعني انا بطلت كام سنه 34 سنه وشويه، مش حاسس انت كنت ممكن تكمل شويه؟ ممكن بس هيبقى على حساب محمود وعلى حساب النادي وعلى حساب الجمهور. انا ما كنتش عايز كده كويس، لان انا حاسس داخليا مقدرتي خلاص وقفت على ده، مش مقدرتي البدنيه ولا الفنيه، لا مقدرتي يعني كان ربنا الحمد لله كده انا عليا بشويه اصابات بشويه اصابات غريبه بالنسبه لي. انا عليك باصابات طبعا الحمد لله طبعا الحمد لله يعني. بص انا عايز اقول لك حاجه، انا كل ما بقعد مثلا شهرين ثلاثه ما اجريش حاجه بتضايق، ببقى حاسس ان والله المهم يعني ففي اصابه مثلا في العين، انت فاكر بقى الحاجات دي، العظمه دي اتكسرت، الخد مش عارف العظمه خدت وقعت هنا وكسرت، قصه كبيره دي. فده لقيت اصابات مش بتاعت كوره بقى يعني اصابات. طب اسمح لي اقطعك ثانيه، انت احيانا كنت بتبقى مجنون يا كابتن؟ يعني لما لعبت وانت عامل عمليه هو دي بالظبط. هي دي بلعب وانا عندي مثلا ديت مقدرش انساها. وليه؟ لان انا وانا لسه صغير قوي كويس، وده يمكن ما كنتش عايز اكمل لك الاول وبعدين ارجع لها. لما حصل الاصابات دي ابتدت تجي لي
انا وانا صغير كان بيجيلي اصابات برضو كتير بس عندي مقدره ان انا اقدر ارجع وعافر، لكن بعد 34 سنه وصلت لمرحله مش قادر تاني بقى، كل ما ابقى فت يحصل لي حاجه عشان ابقى يعني مش فت، انا عمري ما لعبت انا فت يعني، لكن عشان ابقى فت تاني محتاج اسبوعين ثلاثه تدريب وتقويات عضلات وانا ما عادش عندي قدره على ده. انا حاسس بنفسي، مش حد ما حدش حاسس بيا، وانا لو نزلت الملعب وما جريتش كتير وبتاع الناس ممكن يعني ممكن ايه وفي رصيد ممكن يشيلوك، لكن انا لازم ابقى صادق مع الناس، وده برده من حاجات النجاحات لازم الانسان يحطها، لازم ابقى صادق في مشاعره او في اداء عمله يعني. انا حاسس ان انا ما كنتش اقدر خلاص ارجع كفورمه يعني.